عقد اليوم المؤتمر الختامي لجمعية الأمل العراقية بالتعاون مع يونامي ولجنة التعايش السلمي الخاص بشباب العراق ريادة في الحوار والاستقرار. طبعا كان هو المشروع قائم منذ فترة تقريبا سنة وسنة ونص، حضرنا عدة تدريبات وكان مؤتمر أول تضمن 18 محافظة من محافظات العراق وتطرقنا لعدة مشاكل، وحاليا ركزنا اليوم على هذه المشاكل والتقينا بالمسؤولين اللي هي كانت 11 مشكلة اللي تعاني منها أغلب المحافظات. اللي الحلو بالموضوع أنه اليوم قدرنا نكسر الحاجز ما بين المسؤولين وما بين الشباب وتحدثنا بكل حرية وأنهم استمعوا لهذه المشاكل اللي نواجهها واللي نعانيها، ونتأمل أنه يكون فد أكو فد حلول بالمستقبل أو أكو يكون فد تعاون أكثر ما بين شباب المجتمع المدني وما بين الحكومة. Whether you're able to run as a candidate or to assist in a political campaign or to observe the electoral process on polling day, or simply by exercising your right to vote, I encourage you to seize the opportunity to make your voice heard. أحب أن أشكر البعثة يونامي الأمم المتحدة بإتاحة تنظيم هذه الفرصة في إطار قرار مجلس الأمن 2250، ومن الضروري التوجه لدعم هذه المبادرات، أنا أقولها خاصة من قبل الأمم المتحدة ومن الجهات الدولية الأخرى أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه التوصيات. التوصيات ليست موجهة فقط للحكومة أو لصناع القرار العراقيين، وإنما حتى للجهات الدولية من أجل الأخذ بنظر الاعتبار في تنفيذ برامجها في العراق، أنه وجود هكذا رأي عام شبابي، فالحاضر والمستقبل يجب أن يتوجه إلى الشباب، ومعها أيضا هناك حماس من الشباب وعدهم نظرة واقعية أنهم لا يتوقعون فقط تنفيذ يعني من الحكومة سياسات، وإنما أيضا الاقتراح بمبادراتهم هي وبإشراكهم في عملية السياسات، وضع السياسات في عملية وضع المشاريع وإجراء التسهيلات من قبل الحكومة لمساهمة الشباب في عملية النشاط الاقتصادي، في التمكين السياسي، في قضايا أيضا القضاء على المظاهر الاجتماعية السيئة مثل المخدرات وقضايا حصر السلاح بيد الدولة. هذه مسائل اليوم انطرحت بشكل مفتوح وبشكل عقلاني. طبعا هذه المؤتمر جدا مهم، لأنه دائما نلاحظ بعد الطبقة السياسية عن الشباب، لكن هذا المؤتمر وفر لنا أنه نجتمع مع الطبقة السياسية. بالإضافة هذا مؤتمر نتيجة لورش سابقة اجتمعنا مع الدوائر ومدراء الدوائر وكذلك سياسيين سواء كانوا محليين أو في المركز. هذا الشيء أتاح لنا طبعا هواي أمور، من ضمنها تعرفنا على مشاكل سواء في المحافظة بذاتها أم في جميع المحافظات. توصيات جدا مهمة للمرأة سواء في أنه اتاحت الفرصة لها في الدوائر، اتاحت الفرصة لها في المشاركة السياسية، في صنع القرار. احنا نريد برامج دعم نفسي واجتماعي الدولة النساء، نريد نتخلص من الآثار العنف اللي بقت عليهم كضحايا. أنه يكون الشاب من 18 سنة مصوت وزائد مرشح بالانتخابات، لأنه الشاب حاليا بالمجتمع العراقي الشاب عمره 18 سنة متزوج وعنده أولاد ويبيع ويشتري وداخل بالقطاع الخاص ويحق له كل حقوق البالغين، ليش فقط في مجلس النواب أو في صناع القرار ما يحق له؟ إنما يحمله الشاب العراقي من أفكار ورؤى لمستقبله ومستقبل البلد لابد من وضعها في الحسبان، ومد جسور التعاون والتنسيق مع رئاسة الوزراء إلى جانب الأمم المتحدة والمنظمات التي تهتم بشؤون الشباب من أجل الوصول لتشريعات تصب وتخدم وتستثمر طاقات الشباب. نحن في مكتب رئيس الوزراء وبتوجيه منا ننظم أسبوعيا بالتعاون مع يونامي لقاءات مع الشباب من كل محافظة، ونحاول أن نسمع أكثر مما أن نقول. هؤلاء الشباب في عملية إبداعية تجديدية. المجتمع العراقي لا يمكن الحديث عنه اليوم أن هناك شريحة شباب وهناك شريحة الغير شباب، هو مجتمع شباب. 60% من المجتمع العراقي أقل من 30 سنة، تقريبا ثلثين المجتمع شباب. لكن ما وجدنا فرصة للعمل لا بالقطاع الخاص ولا بالقطاع الحكومي ولا بأي مكان، فنريد إيدكم بإيدنا لتمكيننا اقتصاديا،
فعندي عدة نقاط. أولاً تسهيل إجراءات الاستثمار للشركات وتوفير بيئة آمنة لها. ثانياً توعية الشباب بمضامين قانون العمل والبدء بالجامعات، ويقع جزء من تلك المسؤولية على عاتق النقابات. والاستثمار والعملية الاستثمارية هي أهم الأدوات التي راح تسمح لنا أنه إحنا نصلح مسار الاقتصاد العراقي. في هاي المرحلة إحنا نحتاج الشباب بصراحة أكثر ما هم يحتاجونه. طبعاً المؤتمر كان جيد، والحضور يعني كمسؤولين يعني أصحاب اختصاص، يعني حتى القضايا اللي طرقنا لها اليوم حتى نلقى لها حلول، كانوا الأشخاص اللي موجودين هم اللي ممكن يحلون المشكلة أو القضية اللي إحنا جاي نتناقش بيها، يعني اختيارهم كان كل صحيح وموفق.